هل يا اصدقائي معكم سامو؟ طبعا هذا الفيديو يا اصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان، هذا الفيديو يا اصدقائي راح يكون هو الفيديو الثاني تبع تحديث السنافر. واليوم يا اصدقائي وفي هذا الفيديو راح اخبركم عن جميع اماكن الصناديق السرية تبع هذا التحديث. فطبعا يا اصدقائي الصناديق جدا مهمة، لهذا ضروري تشاهدون فيديو اليوم بالكامل، لانه يا اصدقائي الصناديق الفكرة منها اصلا تعطيكم كوينزات وجواهر، وبالاخر تساعدكم عشان تشترون الاغراض او تجمعون كوينزات وجواهر عشان تشترون اللي نفسكم فيه باللعبة. يس يا اصدقائي، فطبعا كمان لا تنسوا تدعمون هذا الفيديو بكثير لايكات، اوكي؟ واذا يا اصدقائي اللي بعده ما مشترك بالقناة، ها شنو تنتظر؟ اشتركوا هسه يا اصدقائي وفعلوا زر الجرس. وبس هسه تعالوا نبلش الفيديو تبعنا، فا ليتس جو. طبعا بالاول ايش رايكم بالاوتفيت حقي؟ اوكي طبعا بدون مجاملة، حلو، قولوا الصراحة والله حلو، اوكي حلو. وطبعا بيكاكسي كمان عطتني البيت، فباركولي بالتعليقات نفس ما تشوفون البيت جدا جميل. ان شاء الله راح اسوي لكم منه فيديوهات، تمام؟ فانتظروا فيديوهات التحديث هذا كله، تمام؟ فطبعا هسه يا اصدقائي تعالوا اخبركم عن مكان الصندوق الاول. طبعا يا اصدقائي الصندوق الاول موجود في مدينة الروبوتات. اصلا شوفوا يا اصدقائي صناديق تبع التحديث كلها موجودة في هذه الجزيرة تقريبا، تمام؟ وطبعا يا اصدقائي ما ننسى عدد صناديق هذا التحديث هم 5، تمام؟ وطبعا يا اصدقائي لحظة، الصناديق اللي شفناهم في فيديوهات التسريبات او الايميل قبل لا ينزل التحديث، الصناديق اللي كانوا في هاي اللعبة تبع اكس جيراس، هذول يا اصدقائي طلعوا صناديق غير، او ماي جاد. فالحمد لله ما طلعوا هم. فعلى العموم تعالوا حاليا ناخذ الصندوق الاول، هو موجود فوق البيت تبع الفطريات، اوكي، الموجود في مدينة الروبوتات. طبعا يا اصدقائي الصندوق جواته 800 كوينز، حلو حلو 800 كوينز. هسه ضايلنا 4 صناديق، فطبعا يا اصدقائي متحمسين ومستعدين عشان اخبركم عن مكان الصندوق السري الثاني، فا ليتس جو. طبعا يا اصدقائي شوفوا، من اول ما بلش الفيديو انا احط لكم قلوب، والله تستحقون، احبكم. طبعا يا اصدقائي شوفوا، الصندوق السري الثاني كمان موجود في مدينة الروبوتات، اوكي؟ فتعالوا حاليا نشوف مكانه، ليتس جو. طبعا يا اصدقائي باختصار هذا الصندوق موجود تحت المسرح، شوفوا، اوكي شفتوا هو هذا. فطبعا يا اصدقائي هسه راح تتساءلون شلون راح نقدر ناخذه، شوفوا حرفيا ما راح يمديكم تدخلون لهناك، فاكيد تساءلتوا. فباختصار يا اصدقائي ونفس المعتاد راح نستخدم مشية البيبي، ولكن قبل هذا اريد احفظ الاوتفيت هذا لانه عاجبني. فطبعا يا اصدقائي نحط هاي المشية تبع البيبي، اوكي، فشوفوا هاي المشية يا اصدقائي ضروري تكون عندكم لانه جدا تساعدنا خصوصا في الصناديق، اوكي يلا ناخذه. واو شوفوا شلون عم بيبين المسرح من تحت، واو اوكي. فاخذته وجواتي 800 كوينز، يا الله متى يبلشون صناديق الجواهر. طبعا على العموم حاليا اخذنا صندوقين ولسه ضايلنا 3 صناديق، تمام؟ فحلو. طبعا يا اصدقائي حاليا تعالوا اخبركم عن مكان الصندوق السري الثالث. بس لحظة، او ماي جاد شوفوا شنو اللي موجودة هنا، او ماي جاد هاي اول مرة اشوفها. انتوا اكتبوا لي بالتعليقات لو شفتوا هذا القط، او ماي جاد شوفوا والله يتحرك، لا شوفوا، او ماي جاد والله وجهه ما يبشر بالخير، شوفوا جدا شرير واضح هذا، او ماي جاد. طبعا ما نزل بالعروض، لا يكون هذا حيوان جديد، او ماي جاد او ماي جاد، لا والله وات، لا والله 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 انا لحد هسه مصدوم، شوفوا اكتشفته بالصدفة، وطبعا وجهه ما يبشر بالخير. هل تتوقعون بيكاكسي تنزل هذا الحيوان؟ او ماي جاد، بس هو غريب عن الحيوانات تبع بيكاكسي صراحة صراحة. فطبعا يا اصدقائي الصندوق السري الثالث موجود داخل المدرسة، يس يلا ندخل على المدرسة. طبعا هو موجود هنا،
فمن بعد ما تدخلون يا أصدقائي للفصل حق الطلاب، راح تجون على الطاولة الأخيرة الموجودة عند هاي حق الكتب، تمام؟ فطبعا يا أصدقائي هو هذا الصندوق، طبعا حاله نفس صندوق المسرح، راح تستخدمون مشية البيبي عشان تاخذونه، اوكي؟ فليتس جو. طبعا شفتوا مدى أهمية هالمشية، فلازم تكون عندكم. اوكي طبعا يا اصدقائي في 3 جواهر، واخيرا صناديق الجواهر بلشت. اوكي فحاليا تقريبا اخذنا نص الصناديق، فضايلنا صندوقين بس. فتعالوا حاليا اخبركم عن مكان الصندوق الرابع وما قبل الاخير، ليتس جو. واخيرا طلعنا من المدرسة، تمام. حاليا يا اصدقائي تعالوا اخبركم عن مكان الصندوق السري الرابع، تمام. مكانه جدا سهل، حرفيا ما يحتاج منكم تعب ولا يحتاج طيارة او شيء زي كذا، فجدا سهل حرفيا. اعتقد يمكن في جواهر، يس. فتعالوا شوفوا، رح نجي لهاي كلمة بيكاكسي، اوكي جنبها، تمام. فبعد ما تجون يا اصدقائي شوفوا، طبعا الصندوق موجود هنا تحت، شوفوا. فنط، اوكي. بعد ما تقفزوا راح تشوفون الصندوق، طبعا هو موجود في هاي الزاوية مركون، فطبعا المكان والاسهل صح. فتعالوا ناخذه ونشوف شنو جواته. لا فيه 800 كوينز مش جواهر، حلو حلو. طبعا يا اصدقائي هسه اخذنا 4 صناديق، فبالتالي نفهم لسه ضايلنا صندوق واحد فقط لنخلص صناديق تبع هذا التحديث. فهس يا سقاي انتم متحمسين ومستعدين، اخبركم على مكان الصندوق السري الخامس والاخير في هذا التحديث، فليتس جو. طبعا يا سقاي خليت هذا الصندوق هو اخر صندوق، ليش؟ لانه جدا صعب، اوكي. مكانه سهل ولكن طريقة الحصول عليه نوعا ما صعبة. باختصار الصندوق موجود عند الروبوت، يس انا اعرف انه كثير منكم راحوا للروبوت وما شافوه، فتعالوا حاليا اقولكم وين بالضبط راح تلقونه وكيف راح تحصلونه وشنو جواته. طبعا انا بحد ذاتي ما اعرف هسه شنو جواته. طبعا يا اصدقائي الصندوق موجود، شوفوا هنا عند هاي اللحية، شفتوا؟ شوفوا حرفيا ما راح تقدرون تاخذونه. شوفوا طبعا لحظة عشان تتأكدون انه يعني هذاك هو الصندوق. فشوفوا شفتوا طبعا ليكو 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 بالكاميرا عم يظهر. فطبعا يا اصدقائي نجرب بالاول هذا الحل. طبعا انا اعرف الحل ولكن اريد اجرب بمشية البيبي، بلكي تزبط، اوكي. لانه لو ما زبطت رح ننتقل للخطوات الاخرى. اوكي ما زبط يس ما زبطت. فنجرب لآخر مرة، اوكي عشان ننتقل للخطة باء، اوكي. فما زبطت حرفيا. طبعا يا اصدقائي يس انا عندي لكم حل لحتى تقدرون تصعدون وتاخذون هذا الصندوق السري. الحل وهو تستخدمون هليكوبتر او اي طيارة او اي وسيلة نقل عندكم. المهم راح تجون كذا عادي، تتوجهون هيك. لحظة او ماي جاد، ولا اصعب هذا الصندوق. شفتوا هسه اخذته، شفتوا شلون؟ يس يا اصدقائي طبعا ممكن بيكاكسي تعدل عشان تاخذونه حتى بالمشي تبع البيبي، بس حاليا فيكم تاخذونه فقط بالهليكوبتر والاشياء اللي عم بتطير، اوكي وسائل النقل. فجواتوا يا اصدقائي 3 جواهر، فبالتالي بهذا الفيديو او الخلاصة اخذنا 6 جواهر، يس. والباقي كان كله كوينزات، يعني 3 صناديق كان فيهم 800 كوينز و2 كان فيهم جواهر. فحاليا يا اصدقائي خلصنا هذا الفيديو واخذنا كل الصناديق تبع التحديث. لو استفدتوا يا اصدقائي من هذا الفيديو عجبكم، لا تنسوا تدعموا بكثير لايكات، وتشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس وتنشرون هذا الفيديو مع جميع اصدقائكم لحتى الكل يستفاد. وبس مع السلامة، باي باي، سلام.